مع ارتفاع قيمة الاشتراكات الشهرية للمولدات الكهربائية، علت الصرخة في مدينة صيدا وجوارها من قبل المواطنين والفعاليات للالتزام بالتسعير الرسمية لوزارة الطاقة وعدم تجاوزها من قبل أصحاب المولدات. وهذا الأمر كان محور اللقاء الذي عقد في بلدية صيدا مع أصحاب المولدات بدعوة من رئيس البلدية المهندس محمد السعودي، وبحضور النائبين الدكتور أسامة سعد والدكتور عبد الرحمن البذري، وممثل عن السيدة بهية الحريري علي الشريف، والمسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود. وصدرت مقررات عن المجتمعين طالبت أصحاب المولدات بوقف الجباية وعدم قطع الاشتراك لأي سبب كان، والتأكيد على الالتزام بالتسعير الصادرة عن وزارة الطاقة. النائب أسامة سعد قال بعد الاجتماع: يجب أن ننصف الناس، نحن بدنا التزام بالتسعيرة كاملة زي ما طلعت من وزارة الطاقة، هذا اللي بدنا إياه، ما في حل تاني. أما النائب عبد الرحمن البذري فقال: بدنا نحافظ على هالقطاع، لكن بدنا نحمي مصالح الناس، خاصة يلي إنه الناس كتير صارت تحت خط الفقر، وفي كتير ناس ما قادرين بقى يتحملوا كلفة الاشتراكات. من هون توصلنا لعدة قرارات. أول قرار إنه وقف الجباية لحين الاتفاق على تسعيرة نهائية منصفة بحق الناس، بتاخد بعين الاعتبار أوضاعهم ونسبة استهلاكهم، وبكرة الصبح نحن متوقعين منه يقدمونا التسعيرة المقترحة الجديدة لحتى ندرسها ونوافق عليها. وبانتظار جواب أصحاب المولدات المعطاة لهم خلال 24 ساعة القادمة، تبقى أعصاب المواطنين مشدودة لما ستؤول إليه الأمور. من صيدا رئيف الملاح، صوت لبنان.